شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاحتفال الذي تنظمه وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف. حضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وقال الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته: إننا ونحن نستقبل هذه المناسبة العطيرة نستمد من السيرة النبوية الشريفة الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والسلام. كما بعث مدبولي برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. استمراراً لجهود الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في التواصل مع مختلف الأطراف في إطار الإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة COP27، شارك سامح شكري وزير الخارجية والرئيس المعين للمؤتمر في منتدى الدول الأكثر تأثيراً بتبعات تغير المناخ برئاسة غانا، وذلك على هامش الاجتماع التحضيري بكينشاسا لمؤتمر COP27. وسلط شكري الضوء في كلمته على الأطراف الأكثر تأثيراً بتبعات تغير المناخ والتحديات التي تواجهها للتعامل مع تلك التداعيات، على الرغم من كونها لم تسهم في الأسباب التي أدت إلى التحدي العالمي الحالي المرتبط بتغير المناخ. أكد علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالاستمرار في ضخ حلوى المولد النبوي الشريف بالمجمعات الاستهلاكية يوميا وبأسعار مخفضة كي تتناسب مع الكل، مؤكدا أن المتوسط العام للضخ اليومي بكل مجمع لا يقل عن 250 عبوة يوميا متنوعة ما بين الكيلو والاثنين كيلو والثلاثة كيلو. وأشار أن أسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية تبدأ من 65 جنيها للكيلو و145 جنيها للعبوة 2 كيلو و230 جنيها للعبوة 3 كيلوغرام. في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب واحتفالاً بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة 49، تفتح المتاحف العسكرية أبوابها بشكل مجاني أمام المواطنين، وذلك غداً الخميس الموافق 6 أكتوبر. وتتضمن المتاحف العسكرية التي سيتم فتحها مجاناً أمام الزائرين المتحف الحربي بالقلعة ومنطقة العرض المكشوفة للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر ومتحف العلمين ومتحف بورسعيد. أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن خلاله تقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار تشمل منظومة هيرمس الصاروخية. وأكد بايدن خلال الاتصال أن الولايات المتحدة لن تعترف أبداً بالمناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا. أعلن نادي الزمالك رسمياً تعاقده مع عمرو السيسي لاعب خط الوسط قادماً من صفوف نادي طلائع الجيش، وذلك لمدة 3 سنوات مقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكانت الفترة الماضية قد شهدت مفاوضات مكثفة بين ناديي الزمالك وطلائع الجيش من أجل حسم الصفقة في ظل رغبة اللاعب بارتداء قميص القلعة البيضاء.